الكل يتحدث عن الحرب، ولا أحد يتحدث عن اليمن التي نعرف، الإنسان، المكان، الهوية. التاريخ الذي ابتدأ بك وأصبحت بطريقة ما جزءاً من سحره القديم. الجمال هو امتدادك الطبيعي، بيئتك، اسمك، رسمك، رنة خطواتك في هذا العالم. إذا أردت أن تعرف اليمن بحلوها ومرها، انتظروني في برنامج إطلالتي، معكم أنا لارا الدراسي.